الحقيقة إن إحنا فقدنا في الأيام السابقة اتنين يعني لهم معزة خاصة في قلبي، والأبدأ بصديقتي أفكار الخرجي. أفكار ما كانتش مجرد صحفية عظيمة، ما كانتش مجرد صحفية، يعني إيه المراسلة؟ يعني إيه صحفية الرياسة؟ يعني إيه السيدة الأنيقة الموجودة اللي بتسأل السؤال الصح في المكان الصح، اللي كانت تسأل كل الرؤساء في كل مكان باللغات كلها. أفكار ما كانتش مجرد رئيسة لتحرير نصف مجلة نص الدنيا، أفكار كانت سيدة حبها الجميع، سيدة جميلة، سيدة محترمة، سيدة أدت الصحافة 30 سنة من عمرها، وكانت لآخر لحظة بتبحث عن السبق الصحفي، لآخر لحظة بتبحث عن كلمة صادقة، لآخر لحظة بتمثل الصحافة بشكل محترم. كانت صديقتي، أنا فوجئت بما حدث. أفكار سنها مش كبير، إيه 69 سنة مثلاً، فوجئت بالحدث إنها توفيت فجأة بدون أي أمراض. أفكار الخرجلي ستبقى اسما ناصعا في الصحافة، كل الرؤساء العرب يعرفون أفكار الخرجلي، كل السياسيين العرب يعرفون أفكار الخرجلي، عشان كده عزاها كان مليء بالسياسيين المصريين وأكيد رسائل كثيرة من السياسيين العرب. رحم الله أفكار الخرجلي، وربنا يصبر بناتها يا رب.